اليوم احنا في بنان، هذه المدينة اللي الحقيقة كيما سائر المدن الكل تعاني من برشا مشاكل، ولكن وقت اللي نلقاو احنا طريق جهوية اللي هي طريق جهوية 82، ما يسميه يطلق عليها تسمية المواطنين الحقيقة، مش كان في بنان بركة، كل رواد الطريق هذه يسميه طريق الموت. حبينا نشوفوا علاش بالضبط التسمية هذه لطريق جهوية، هي طريق رئيسية تجمع بين عديد المدن، بين بنان وغيرها من المدن، علاش بالضبط تسميت طريق الموت. للحديث في بخصوص هذه النقطة يكون معنا سي محمد سعد، هو اللي باش يعطينا فكرة على هالموضوع. سي محمد سعد أهلا وسهلا، مرحبا بكم. طريق الموت، احنا توا قدام طريق الموت، الحقيقة التسمية مفزعة، تخوف برشا، مرعبة، علاش بالضبط أنتم سميتوها الطريق الموت؟ الطريق هذا كما تشوفوا يربط بين زوز مدن كبيرة في الساحل اللي هي سوسة وقصر هلال. الطريق هذه 82 في 2016 برك حصدت 10 أرواح، منهم زوز معناها من خير شباب بنان واللي خرجنا بعد ما توفاوا الله يرحمهم في مظاهرة، وطالبنا من وقتها معناها حتى المطالبة بالكياس هذايا، احنا حبينا يعملوا دوبلمون دو فوا باش يولي دوبل فوا وتصير له إنارة على الأقل، كي تبدا فما إنارة اللي يسوق في الكهرباء حتى ولو جاي يجري يشوف اللي شقق في الليل، معناها إذا كان جو تشوف في الليل ظلام ما تشوف شيء، معناها حتى اللي بالكهرباء بالضوء نتاع الكهرباء ما يشوف شكون اللي شقق. ومع كما تشوفوا لهنا فما قهوة وسونتر معناها تبارك الله مزين بنان، لكن معناها الزينة ما كملتش. وقت اللي واحد يحل مشروع ضخم كيف هكا في باله باش يزين على بلاده ويلقى روحه يستثمر في بلاده باش يزين على بلاده، يلقى روحه ولا مشكل ما عادش حل. اللي جايين للقهوة معناها يلقى روحه في باله ماشي القهوة، يلقى روحه معناها في كفن. فهمتني؟ طالبنا من 2016 عباد خرجت في المظاهرة يا ودي يضويوا الكياس، بعد ما عملنا التحرك متاع 14 جانفي 2017 كانت من ضمن مطالب انه تنوير الشارع ويعملوا دوبلمون دو فوا باش يكبروا الطريق. دوبلمون دو فوا دخلونا من الباب خرجونا من خوخة، قالك تكلفة وياسر علينا واحنا ديجا مرصود معناها باش نعاودوا الطريق وما فماش ميزانية للتوسعة متاع الكياس. قلنا لهم باه يعطيونا الضوء، الضوء قالوا ماشي مشكل. الولاية وقت السيد الوالي كي جاي قال نعملوه حتى على الولاية. استنينا لين في اكتوبر كيما تشوفوا معناها في البوتو تحطت، لكن اكتوبر هذا معناها اكتوبر 2017 بعد معناها ما يقارب 8 شهور تحطت البوتوات وفرحنا الناس كلها وتعمل الضوء، لكن توا عنده شهر وداخل في الشهر الثاني وما فماش ضوء، معناها تحطت البوتوات تقولش عليهم يسكتوا فين. احنا يعني الوضع هو في الطريق هذا والمشكله هي اللي يعانيوها السواق، ما تبدل شيء. معناها اذا كان هم احنا كي طلبنا بضوره وما طلبناش بوتوات، عمل لي حتى لامبا مش بوتو تزين في الشارع وفي الاخر راني في الليل معناها في النهار مزين وفي الليل اظلم. معناها انت حطيت لي بوتوات باش تسكتني؟ ماني ما حاجتيش بالبوتوات، راهو اني حاجتي باش اللي يشق من الكياس من الباركينج اللي على جنب الكياس يشق في امان، اللي يشق في الكهرباء يشوفوا. طالبنا احنا بدودان، قال لك دودان ما يجيش خاطر جات فيها بطايه والكهرباء تنجم تكون تجري، والكاميون اذا كانوا جاي بداوا يعطيونا في اعذار. قلنا ما يسالش عملونا زيوتشا، ما عقلش منك زيوتشا، على الاقل الكياس يعني اللي يسوق في الكهرباء يشوفهم من البعيد ينقص ويعرف انه فما قهوه لهنا، وكي تبدا فما اناره يعرف انه فما قهوه وفما ناس تشق ينقص. طالبنا حتى برادار، قلنا لهم هنا حاجه تدخل الفلوس للدوله، اعمل رادار تو اللي يتعدى المره الاولى يشد بالرادار ما يعاودش يجري، اعمل بلايك ما فما شيء كيما تشوفوا. معناها كان تعمل نظر على الكياس من الاول للاخر ما فما حتى بلاك، لا بلاكه معناها تخفيض السرعه، لا فما بلاكه نتاع انه فما ناس تشق وفما حد شيء. عملونا البوتوات قالوا طيب يتعدى الضوء توا ما يقارب شهرين وما فماش ضوء مسيب. احنا نطالبوا معناها السلطة يعطيكم الصحة، عملتونا البوتوات يعطيكم الصحة توا عدونا الضوء، لا الصعيب عملتوه عملونا السهل توا، احنا مش طالبين حاجة كبيرة، راه احميوا لنا الطريق هذايا واحميوا العباد اللي تتعدى من الطريق هذايا. احنا الطريق هذايا ناس سمته طريق الموت، انا ماش نحبوا نسميه طريق الموت، وراهو طريق رئيسية يربط بين كما قلنا زوز اقطاب سوسة وقصر هلال، ويتعدى من بنان اللي هي ماهيش شويه بنان، راه فيها اكثر من 14000 ساكن وفيها قهوه تجاه الزوار من بلايص الكل،
معناها هذا ابسط ابسط الاشياء انكم تنوروا الطريق وتشوفوا لنا حل السيكوريتي فيه. يظل الطلبات معقولة الحقيقة، السلطات المحلية والجهوية الحقيقة هي مطالبة بتكملة المشروع هذايا، جوست معناتها تنفيذ الإنارة وإيصال النور الكهربائي للأعمدة هذه المتواجدة على الطريق. إن شاء الله يا ربي في انتظار ذلك، إن شاء الله نحيو من كلمة طريق الموت، يولي هو طريق الأمان، خاصة هو الحقيقة طريق هام برشا يجمع بين أكبر المدن في الساحل قصر هلال وسوسة اللي هما أكيد كيف كيف الطريقة هذية عنده زادة مردودية اقتصادية ومردودية حتى على المحل هذية اللي نشوفوه احنا الحقيقة، محل ياسر جميل زين المدينة، يعني مركب عائلي تقريبا ترفيهي ما فيها بيس، انه زادة كيف كيف من حق المواطن باش يمشي عادي اوقات حلوة وهو مروح زادة يروح في ظروف آمنة، والأمن هذية من أبسط مطالب المواطن البناني.